السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة هنا كوين ديكوراسيون. نتمنى تكونوا كامل بخير. نرحب بالمتتبعات الجدد اللي راهم معايا في القناة ونقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله يعجبكم محتوى تاع القناة ديالي ويعجبكم لي فيديو. سواء كنتي مهتمة بالمشاريع او غير مهتمة بها، ان شاء الله تدخل لك في بالك فكرة مشروع وتبداي على بركة الله. اليوم حبيت نبدل شوية نوع تاع لي فيديو، حبيت نشارك معكم وصفة لا تارت او سيترون اللي على بالي بلي لا بلوبار فيكم يحبوها اكثر لا تارت فريز لا تارت فروي، يبريفيري لا تارت او سيترون كيما راهو وقت تاع يعني تاع القارص وتحبوها. حبيت نشاركها معكم وصفه بزاف سهله وما تاخذ لكمش بزاف الوقت. كنت شاركت معكم من قبل لا تارت فريز اللي ما شفتهاش، نتمنى تروح تشوفها وتعجبها الوصفه. بور لا بات بزاف سهله، لا بات تاعها نسحقوا فيها عفوا 125 غرام تاع مارغارين لابيل، ولا حبيتوا تستعملوا فلوريال ليسونسييل 125 غرام، دير لي سنيوه موين، ما راهي كبيره بزاف ما راهي صغيره. نزيد لها قريصه تاع الملح، نزيد لها ثاني ملعقه تاع لافاني، ونزيد لها ثاني نص كاس سكر غلاس. اللي ما عندهاش سكر غلاس تقدر تستعمل سكر عادي سكر كريستاليزي، ما كان حتى مشكل. بصح وشنو يعني تخلط لاباط كثر، ولا تقدر تستعين بالباتور وتدربها به باش هذوك الحبيبات تاع السكر يذوبوا لها خير. كي ديري سكر ناعم سي بلو فاسيل. نسحقوا ثاني حبيبه تاع البيض، دونك كي تخدموا هاد المقادير الاولانيه تخدموها وتخرج لكم كوم اون بوماد. هنا تجي وتطميها بلا فارين البنات. هنا نسمع قلت لكمش بلي السكر الناعم تاعكم بيان سور تصفيوه، وهنا لا فارين راهي عندي انا مصفيه ومخبيه في هاد لابواط. دونك نبداو على بركه الله نخدموا لاباط تاعنا، وكي توجد لاباط ديروها تريح في الثلاجه ومينيموم مده 15 دقيقه. دونك هنا البنات نجي لا ماغارين تاعي بيان سور قلت لكم 125 غرام بيان سور. اون بواط تقسميها على ربعه تدي ربع ديالها برك، اللي حبت دير كميه اكثر ما كاش مشكل. كاين اللي تقول لك انا نحب في لاباط نزيد لها شويه تاع الزيت باش تجيها مذكره شويه اكثر. انا بيرسونالمون بوغ هادو ما لي طارت نحب نستعمل غير الماغارين. هذا ما كان فوالا، هنا نجي ونزيد هذاك السكر ناعم كيما قلت لكم نصفيوه. ولي استعملت سكر كريستاليزي تحب تخدم بالباتر، ولا مام الى خدمت بيدها تخدمها اكثر، يعني تخدم لاباط تاعها تخدمها اكثر. نزيد القريصه تاع الملح، نزيد هذيك المغرفه تاع لافاني. هنايا نبدا نخدم هذيك المارغرين ديالي مع السكر والملح ولافاني. عفوا خدموها مليح، هاني قلت لكم حترجع اون بوماد كوم اون بوماد. وكي يكون السكر ناعم تكون عمليه سهله وبسيطه ماشي كيما السكر كريستاليزي. مي كل وحده وظروفها، كاين اللي يكون عندها السكر كريستاليزي في الدار ما يمنعش باش دير لا تارت او سيترون. ديجا في لا كريم انا حنستعملو غير لو سكر كريستاليزي. دونك هنا نجي نكسر هذيك حبيبه برك تاع البيض. هنا استعملت حبيبه برك تاع البيض حبه مليحه، يعني ما راهيش صغيره. راكم تشوفوا بلي البيض راهو يجي هذه انا غير صغير. الا كانت حبه فريمون صغيره بزاف استعملي جوج حبات. فوالا، ولي تحب تريح يدها تقدر تخدم هاد المرحلة خدمها بالباتور ما كان حتى مشكل. فوالا هاديك علبة تاع البيض نخدموها مليح مع المارغارين والسكر. اللي حبت تنقص الحلاوة في لاباط تقدر تنقص، ما ديرش نص كاس، دير يا ربي زوج ملاعق، يعني تجيها ميم با زوج ميم با نصف كاس تاع السكر. وهاد لاطارت يعني تقدروا تستعملوا سوا تخت كبيره صينيه كبيره، ولا تقدروا تستعملوا هذوك لي مول صغار انديفيديوال.
مام اللي عندها سابع ولا عندها ختانة ولا في كيما في عرس لي ميني سوكري. وكنت شاركت معاكم من قبل وقلت وريت لكم هذاك لو بيستولي اللي عندي تاع لاميغان اللي بزاف هايل. دونك هنا سي بون هاي تخدمت عندي. ولادكم اون بوماد ندي ونبدا نضيف في لافارين بشويه، نضيف مع الاول كميه لاباس بها، ابري نبدا نضيف غير بشويه برك. فوالا يعني الفارينه هنا تدخل لكم ماكسيموم ماكسيموم. الا استعملتوا باغ اكزومبل زوج حبيبات تاع البيض ولا مع 125 غرام تاع لا مارغارين واحد ل 400 حتى ل 500 غرام، هذه ماكسيموم. وسا ديبون تاني الفارينه تاعكم كيفاش. هنا البنات ما تعجنوش لاباطا، يعني طموها غير بشويه. طموها بشويه وتشوفوش ما تيبسوهاش بزاف. اي اونكا لاباط تاعكم يبست لكم شويه واش تزيدوا لها، زيدوا لها شويه مارغارين. هذه اللي تروح يعني ترمي ديريكتومون لا فارين ديالها وتيبس لها لاباطا، وكي تكون ما شدتش روحها بيان سور تزيدوا لها شويه فارينه. يعني ميم بور لاباط تاع لي صابلي ولا يشتوها، باسكو كاين اللي كيخدموا بها بزاف، يعني خدمت بها وعاودت طمتها وعاودت خدمت تلقى لاباط شويه يبست شدت روحها لاباط وما راهيش تنخدم فاسيلمون، تقدر تزيد لها شويه لا مارغارين يعني باش عاود تلقى روحها لاباط. عفوا انا هنا نزيد لها شويه كميه صغيره تاع فارينه برك، يعني قسم من طم نحي هادو اللي راهم في الطراف وقسمه تنطم. وبيان سور توجدوا كيس بلاستيكي قدامكم ولا ساشي تاع كونجيلاسيون ولا نيلون وين ما تحطوا لاباط ديالكم. اطموها اون بول هنا راهي مليحه، شوفوا لاباط تاعنا هايليك ما تيبسوهاش بزاف داكور، خلوها طريه كيما لاباط تاع لي صابلي. خلاص هنايا هنا سي بون كميه فارينه برك باش نحبطها هكذا من يدي، ان شاء الله نتمنى تجربوها باسكو على بالي بلي كاين بزاف اللي يحبوها. ان شاء الله تجربوها وتدخلوا لي التعليقات تاعكم وتقولوا لي واش بديتكم علامه كما يقولوا. فوالا هنا برك راني نطم في لابول هنا هنايا هايليك هايليك لاباط تاعي هاهي طريه ما شاء الله هايليك ما نيبسهاش بزاف بالفارينه باش ومن بعد ثاني كي تحلوها كي تحلوها كاين اللي يستعملوا لافارين. انا جو بريفير نستعمل كيس ولا نستعمل بابي كويسون باش نحلها باش ما نزيدش نيبسها بلافارين. ها نجيب كيس هنايا نحطها داخل الكيس باش ندخلها للثلاجة كيما قلت لكم تريح او مينيموم ربع ساعة. فوالا دونك البنات هنا كيما درنا لاباط كيف كيف جيت باش نديرو لا كريم او سيترون اونصومبل تاني. هنا نسحقو بوغ لا كريم او سيترون نسحقو ربع حبات تاع البيض. انا جوست هنا كي البيض راهو شويه صغير لي حنستعمل 6 حبات تاع البيض، مي مش حنستعملهم كامل في لا كريم، هادو اونت لا كريم ولا ميرينغ، يعني الصفار نستعملو في لا كريم باش تجيني بيان صفيفله ولا لو بلون نحطو هنايا في الطاس باش ابري كي نجي حنخدم لا ميرينغ. لا ميرينغ انا تاعي نحب نخدمها جوست افون ما نستعملها، يعني ما نوجدهاش دوكا ابري نخليها. دونك تسحقوا كيما قلت لكم ربع حبه تاع صفار ربع صفار بيض
الا كانت الحبه كبيره ولا كان الحبات صغار استعملوا 6. تسحقوا كاس تاع سكر عادي، سكر عادي سكر كريستاليزي، تسحقوا كاس صغير ربع تاع لا مايزينا، ونسحقوا كاس تاع قارص بيغ مع 3 كيسان تاع الماء. انا هنا القارص عصرته بعصاره مانويل، عصرته بيدي ابخي شللت العصاره وعمرت هاد 3 كيسان تاع ماء، وبيان سور تصفيوهم باش هادوما ما يقعدولكمش لا كريم، تكون لا كريم تاعك مليحه ما فيها حتى حاجه. وهاد لا ماغارين نستعملها ابخي كي نخلط هنايا لا كريم، كي نروح نصفي نعاود نصفيها ونديرها في الكاسرونه. كي نديرها في الكاسرونه تاعي تحكموا 50 غرام تاع مارغارين، تحطوها في الكاسرونه باش تذوبوا في غاميزور، راكو طيبوا فيها باش تعقديتو، ولا ماغارين تاعكم راهي تذوب. دونك هنا البنات لا كريم بيان سور تجي وتفصلوا بياض البيض عن صفار البيض، البياض بيان سور نخلوه لا ميرينغ، والصفار نستعملوه في لا كريم و سيترون. دونك هنا كيما قلت لكم استعملت 6 حبات بور لي دو، ونجي نضيف لها الكاس هذاك تاع السكر، ونضيف الكاس غير ربع تاع المايزينا. كاين اللي يحبوا يستعملوا نص كاس برك، كل وحده كيفاش تحب. هنا نجي صفيت بيان سور هذاك الكاس تاع القارص لاو عندي، ونصفي مام الكيسان تاع الماء باش هذاك القارص اللي يقعد في الصفايه ما يجينيش في لاكريم. دونك هنا البنات بعد ما ريحت لاباط تاعي جبتها من الثلاجه وحليت لاباط، كيما قلت لكم نستعين بساشي ولا ام بابي ولا ساشي دو كونجيلاسيون ولا باش ما نستعملش لا فارين، ديروا واحد من تحت ولاباط وواحد من الفوق وحلوها بالحلال. ابخي ديروها في السنيوات تاعكم. ما شاركتش معكم هاد لي طاب باسكو على بالي بكم باللي حاجه سهله وتعرفوها هادية. دونك مش ماليش الفيديو اطول لكتر. بيان سور هنا بعد ما درتها في السنيوه حكمتها قرص كامل الطرف تاعها باش ما تنفخليش، مالغري ما راهيش فيها لا ليفور مي نقرا واحد درنا باسكو دي فاد لافارين هي اللي تنفخ لا بات. وبيان سور الا لقيتوها دخلتوها للفوق ولقيتوها باللي تنفخت لكم شويه، الجهه اللي تنفخت عاودوا تقبوها برك بالفرشيطه. هنا تقبتها مليح بالفرشيطه، ماشي تقبه هنا وتقبه هنا، يعني ديروا بيان متقربين. قعدت لي شويه هاد لاباط، درت هنايا هاد 3 صغيورين، وبيان سور طيبوها من التحت. كي تشوفوها بدات تحمر يعني ولات لا كولور تاعها شويه غوص، تحاولوها من الفوق باش تكمل تحمر ابان من الفوق شويه. سينو انا هنا راني حنستعمل بيستوري ابري كي نحمر لا ميرينغ، اللي تكون حتعاود تدخلها للفوق باش تحمر لا ميرينغ ما تحمرهاش من الفوق، تحمرها جوست من تحت ما طيب تاخذ هذاك اللون الوردي، ما تخليهاش تحرق ولا تولي ماغون ولا لا كولور تاعها تكون في الكلير. تماك خرجيها عمريها بلا كريم و سيترون و بلا ميرينغ، وكي ترجعيها تحمر لا ميرينغ يحمروا شويه هذا الطرف معاها. دونك هنا بالبنات بعد ما طيبت فون دو تارت ديالي سي بون، ما طيبوش لا كريم قبل فون دو تارت، دونك حتى كي طيب الاخرى خلوها تبرد باش كي نديرو فوقها لا كريم تكون فريمون سخونه داكور. دونك هنا جيت صفيتها كيما قلت لكم وزدت لها 50 غرام تاع لا مارغارين وطيبتها. هنا سي بون راهي عقدت، وشوفوا لا كولور تاعها راهي ما شاء الله، هكذا نحب لا كولور، ما نحبش هذيك اللي تجي بيضاء تشبه كيما قال نقولوا لا كريم باتيسيير. دونك هاي ليك لا كولور تجي ما شاء الله صفيفره. دونك هنا سي بون نطفي لها باسكو راهي طابت، وشوفوا راهي بدات هنايا حبه تغلي، هنا نطفيها سي بون ونروح نفرخها ديراكتومون على الفون دو تارت ديالي. دونك هنا البنات بعد ما طابت كيما قلت لكم اجوا هكذاك وتفرغوها سخونه على الفون دو تارت ديالكم، ودو بريفيرونس ما تعمروهاش بزاف. دونك انا كي نحط التليفون نكمل نعمرها، مي ما تعمروهاش بزاف باش كي تزيدوا ديروا لها لا ميرينغ تجي سوا سوا، يعني ما تجيش عاليه بزاف عليها وتقعد تسيل لكم. دونك هنا البنات راني حندير لا ميرينغ، كيما قلت لكم درت 6 بلون دوف اللي نحيتهم لا كريم درتهم لهنايا في لا ميرينغ، درت لها قريصه تاع ملح ونبدا ندرب فيها بالباتور، ولازم نطلعها تري تري بيان باش ابخي ندير لها السكر.
دونك هنا بعد ما طلعت البلون ديالي نجي ونزيد له السكر، نزيد له السكر بشويه. دونك هنا البنات استعملت كيما قلت لكم، هي نورمالمون غوسيت فيها 4 بلون دوف، انا استعملت 6 بلون دوف. نورمالمون بور 6 بلون دوف تستعمليهم مينيموم 10 مغارف تاع السكر، بصح انا ما حبيتهاش تجيني حلوه بزاف. كيما قلت لكم تقدروا تنقصوا السكر في لا كريم او سيترون ولا تنقصيه في لاباط، ميم بور لا ميرينغ تقدري تنقصي السكر. انا هنا راني حنستعمل كي نكثر نستعمل 7 مغارف تاع السكر، يعني ندير السكر وندوق بلي خلاص كي تكون حلوه مليحه بالنسبه لينا نحبس السكر. فوالا هنا البنات استعملت 6 مغارف تاع السكر برك، عجبتني حبست. دونك فوالا هاي ليك لا ميرينغ تاعي ناجحه، تلقاوها ما طيح ما والو، هاي ليك لاباس عليها. وقلت لكم بلي السر تاعها ما ديروهاش كيما نقولوا في اليان ولا في حاجه اللي واسعه، دو بريفيرونس ديريها في طاس هكذا، ولا مام تستعملوا اون بواط صغيره، ولا كي تكون حاجه كل ما تكون ضيقه تطلع لكم خير وتطلع لكم غابيدمون وفاسيلمون وتكون ناجحه وما تفسدوش الدوزان تاعكم اللي استعملتوهم. ونروحوا لا ديكوراسيون تاع لا تارت ديالنا. هنايا عمرت لا دوي ديالي، عمرتها بكامل الكميه، وندي نزين لا تارت ديالي كيما تحبوا البنات، زينوها اي شكل حبيتوه كيما يساعدكم الحال. كاين اللي ما يحبوش يعمروها بلا ميغانغ يديروا لها غير شويه، كاين تحب دير لها غير خطوط هكاك غير رقاق برك، نتوما واش يساعدكم. انايا في الدار يحبوا لا تارت سيترون تكون بيان فيها لا ميغانغ، اون بليس دو سا قلت لكم بلي راني نقصت لها السكر ومام لا كريم بالكميه تاع كاس السكر اللي استعملته ما راهيش حتجي حلوه بزاف. دونك تجي قياس كي تاكلي كيما نقولوا لا بات مع لا كريم مع لا ميرينغ، هذيك هي ماشي حلوه فريمون. بعد ما نكمل نعمرها جبت البيستولي ديالي، هذا شريته من الجرف 120,000، وكنت شاركته ديجا معاكم من قبل في سوغ لاشين، ويشعل ساهل يعني تعبزي جوست هذاك الدويره من اللور وتديريها في اوبن، معناتها راهي انحلت. هذا يسهل عليك بزاف الخدمه، يعني تكمليها غابيدمون في 2 مينوت تكملي تحمري كامله ديك لاميورانغ ديالك. سي با لابين عاد تدخليها للفوق وتزيد تحمريها وتزيد تحمر لك لاباط ثاني اون بلوس. دونك هذا 120,000 تري براتيك. كاين مام اللي يستعملوه يشوطوا به الدجاج، كاين اللي تستعملوه في عده فايس ماشي حاجه ولا زوج. هنا لا تارت او سيترون عفوا ديالي راهي واجده كيما تشوفوا، لا بات راهي حميم رازين. مام البنات هذا تقدروا تستعملوه كمشروع، تقدري تخدمي دي ميني تارت كيما هادوما ولا صغار عليهم، تخدميهم تبيعيهم القهاوي، تبيعيهم بوغ لي بونجري تاني يحوسوا عليها، كاين نسا اللي يدوا لهم. واش نقول لكم جات بزاف بنينه، لا بات تاعها بزاف خفيفه، ميم لا كريم بنينه بالقارص كيما نحبها لوغو، ماشي هذيك اللي خفيفه بزاف ولا اللي قاصحه بزاف بالقارص كي تستعملوا هذا الكيل. ونسيت ما قلت لكمش بلي استعملت انا 4 حبيبات تاع القارص موين، ماشي كبار وماشي صغار. كيما قلت لكم هذا مشروع بزاف مليح، ان شاء الله اللي تحب كيما نقولوا الحلويات والطبخ تقدر تنجح فيه وتستعملوه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها البنات وتخلوا لي كومونتير تاعكم وتقولوا لي باللي عجبتكم وعجبت افراد العائله ديالكم. انا هنا راني ناكل فيها ولات قمه روعه، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبقاو على خير، نحبكم، باي باي.